كاين اتصلوا بينا قال لنا دبروا لنا الا نغسلوا بها الدواره، انا مدواره في العيد وخاصه دواره تاع البقرات. هذا هي في بالغرض، هذا يغسل لك الدواره ويغسل لك حتى الطوموبيل ويزيد يغسل لك الارض. جهاز غسل بضغط عالي خفيف وسهل للحمل، هذا تقدر تستعمله تغسل به الدواره. القوه تاعو 120 بار، يغسلها لك في 3 ثواني. ما نبالغوش بزاف، وانت ما شفتيش المبالغه، يغسلو في 10 دقائق. عنده كريبين 2 متر تحطها مثلا في خزان ولا بيدون كبير. عنده انبوب توصيل، وزاد دار له انبوب هيدروليك مضفور اللي فيه الخيط، يتحمل حتى 480 بار. المسدس تاعو طويل وتقدر تقلبو ترجعو قصير ثاني. بهذه الطريقه تقدر تثبته وتخليه يشتغل بجهه واحده، تقدر تتحكم له في عمليه الرش، سواء رش مركز او رش دوش او رش ضبابي. عنده مير واحد تبريد لتبريد المحرك، هذا هو الصح. المحرك تاعو كيما البومبا تاع الماء، كيما ما يدخل الماء يعيش لك بزاف وما تخافش يفسد. والشيء الجيد فيه ما يسحاج حتى التقنيه، تشغيل بزير واحد والاطفاء بزير واحد. هذه هي المضخة تاعو. بعد العيد ماذا تفعل به؟ بعد العيد تغسل به السيارة، تغسل به الأرضيات، تستعمله في المزرعة مثلا الكراج تاع تربية الدجاج ولا المواشي، تعقم به، تنظف به، تغسل به. وهذا ما تخافش منه، عنده جسم بلاستيكي مغطي لحماية من قطرات الماء ومن الرطوبة. شيء آخر ممتاز فيه، قطع الغيار متوفرة، المسدس المائي أصلي وجابوا له حتى البومبا. مضخة دفع الماء، هذه هي الصح، هذا هو البيستو تاع زيادة الضغط. حتى الأنبوب، أنبوب توصيل المياه، الهيدروليك كقطع غيار، يضخ 12 لتر في الدقيقة. الضغط 120، يوفر حتى 120 بار، هي كمية كافية. كاين اللي يقول لك 120 بار قليل، لا لا بزاف 120 بار، تكفي بالفضل. 120 بار، ما تتلفلكش الأدوات، تغسل بشكل جيد. وما تقلعش الأرضية ثاني. فوق 120 بار تستعملوا الوسائل الخلاف، هذا تقدر تستعملوا حتى المزرعة. المزرعة اللي غسل الآليات مثلا تراكتور ولا باطوز ولا كيما تحب. ولا حتى الأرضية متوسخة ثاني يصلح تغسل بها. اللي مهتم بهذه باه يغسل الدوارة يتصل بنا.